بيراميدز، بيراميدز النهارده بمنتهى الصراحه يستحق التحيه. ممدوح عيد عامل شغل رائع في بيراميدز، الجهاز الفني، اللعيبه، اللعيبه بتاع بيراميدز لاول مره في موسم شايفهم بياكلوا النجيله، بياكلوا النجيله. يعني النهارده خسران 1-0 من المقاولين العرب في حاله عدم توفيق لاحمد الشناوي، هي مش فرصه، هي حاله عدم توفيق لاحمد الشناوي اللي عامل الحقيقه اداء بعد كده راقي ورائع جدا. ولكن وبيراميدز خسران 1-0 كل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش قالك ان بيراميدز هيكسب 2-3 عادي، حاله استسلام تامه من نادي المقاولين العرب، وفرق طبعا امكانيات رهيبه جدا 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 مع بيراميدز. بيراميدز بيهاجم يمين وشمال وفرص، ويعني يكسب 3-4 بصراحه بوجه له كل التحيه، داخل منافسه قويه جدا هذا الموسم بيراميدز على الدوري الممتاز. كابتن ايمن الرمادي اتكلم على ان في مباراه بتتلعب الساعه 4، هل ده طبيعي ولا لا؟ انا عايز اقول لحضراتكم معلومه، اللعيبه بتخلص قبل الماتش. يعني بصوا ده جنش في التسخين، جنش في التسخين في مباراه النهارده الساعه 4 الظهر قبل المباراه، ده جنش في التسخين مش جنش بعد الماتش. ركزوا معايا، ده حارس مرمى نادي فيوتشر بيسخن، مش عارف ياخد نفسه وهو بيسخن، طب هيلعب ماتش ازاي؟ وده جنش اللي واقف تحت الثلاث خشبات، طب اللعيب هيعمل ايه؟ طلع اللعيب هيتنفس ازاي؟ فدي امور كلها هننتظر منها كوره ازاي؟ دي نقط لازم نناقشها، لازم نفتح الملفات دي مع نفسنا ونعرف ان المساله دي مش هتقدم لك كوره كويسه،